كابتن طارق. يأبى محمد عنتر ولا يأبى حد تاني برضه؟ يا محمد عنتر اللي أبى إن هي تبقى تعادل خلاص، ما هو اللي حط الهدف يعني. بس يعني؟ بس وكابتن طارق قبل ما يبقى فيه أي عرضيات ولا أي هجمات قال المقاولين هيجيب جون تاني، يعني كان عنده قناعة غير قناعة إضاعة شريف دابو للهدف. فإحنا مش معانا بس نجوم في التحليل الفني، إحنا كمان يعني يا دعابة ليس إلا يعني في شيء كده بالتوقعات. يا كابتن طارق كان معاك النتيجة قبل الماتش ولا إيه؟ لا، هو المقاولين عمل مجهود كبير جدا، الفريقين طبعا عمل مجهود كبير جدا. تمام. الماتش الشوط الثاني مغاير بنسبة 100% عن الشوط الأولاني، الشكل الجيم الشوط الثاني الفريقين بقى فيه شراسة هجومية، بقى فيه ضغط، بقى فيه روح قتالية عالية جدا. المشكلة عند الفريقين حاجة واحدة، إن فرقة بتفضل تدافع لحد ما بيجي فيها جون، وبعد كده بتتحول بشكل كبير جدا لما بيجي فيها جون فرقه الداخليه، وبتبتدي تهاجم ويبقى لها شكل هجومي كويس جدا، وبعد كده بتتعادل يا كابتن اشرف. بعد ما بتتعادل المقاولين بيضغط ضغط شرس جدا عشان يكسب، وحتى بعد الجون الثاني بتاع المقاولين العرب كان فاضل 3 دقائق، فرقه الداخليه ضغطت جامد جدا. طب ما انا عندي كوره وعندي روح وعندي اداء وعندي شكل هجومي، ما بعملش كده ليه؟ خلي الماتش اكتر امتاعا لينا احنا كمتفرجين وكمحللين وللناس اللي بتتفرج، لان كل فرقه من الاثنين مستنيه. يعني الداخليه واضح ان هو كان راضي بالبونت جدا، المقاولين ما كانش راضي بالبونت، كان عايز الثلاثه بونت باي شكل، وفاز الاكتر تصميما او تصميما على الهدف الثاني. والداخليه برضه بنقول لهم هارد لك، عملوا مجهود كبير جدا، انما في الاول وفي الاخر المقاولين هو الافضل النهارده. اللقاء يرتقي ان احنا نقول عليه برائحه الدوري يا